لما عدنا مع أولى حواراتنا في هذا الصباح نطالع أبرز ما نقرأه في الصحف المصرية صباح اليوم. هيكون معنا في هذه الجولة الصحفية الأستاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي في الأهرام. صباح الخير يا أستاذ. يا صباح الخير. أهلا وسهلا. نبدأ مع جريدة الأهرام. انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية النمساوية. السيسي: لدينا 5 ملايين لاجئ يعيشون كمصريين ولم نتاجر بقضيتهم. أهمية محاصرة الإرهابيين بمناطق النزاعات وجهود مصر انعكس إيجابيا على الدول الأوروبية. الحقيقة أن العلاقات المصرية النمساوية تم الإشادة بها ليس فقط من الجانب المصري ولكن أيضا من الجانب الأوروبي. اللي شفنا الصحف الأوروبية بالأمس كانت بتتكلم عن إنجازات السيسي وبتعرضها بشكل كبير. يعني هو إحنا بقالنا 4 سنين وشوية بنوسع دائرة علاقاتنا الخارجية، بمعنى أنه لم يعد هناك دولة واحدة أو معسكر واحد هو القريب مننا. بقى في تنوع في العلاقات. بقى في تنوع في العلاقات من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. وبالتالي هذه السياسة أثمرت حدوث نوع من التوازنات في العلاقات المصرية الأجنبية. والعلاقات المصرية الأجنبية دي مهمة جدا، مش بس عشان التعاون الاقتصادي وعشان محاربة الإرهاب ومحاربة البطالة من خلال محاربة الهجرة غير الشرعية، لكن كمان عشان تأمني كدولة من يستطيع أن يقف معك في مواقفك. يعني لما تقولي أنا بحارب الهجرة غير الشرعية فتلاقي دول أوروبا تساعدك، لما تقولي أن أنا بحارب الإرهاب لأنه السيطرة على الإرهاب هو ضمان لأمن أوروبا وضمان لأمن الدول التي يهرب الإرهابيين من عندنا إليها، لأنه ممكن قوي، وإحنا شفنا ده بيحصل في إنجلترا وفرنسا، الإرهابيين لا يتورعوا عن أنهم ينفذوا عمليات ضد الشعوب اللي قاعدين عندهم. وبالتالي مستأخرة حاس ستراسبورغ، يعني رغم أنه مولود هناك. يعني بس القضية قضية أنه تنويع العلاقات يؤدي إلى نوع من خلق مصالح متبادلة. مش يعني المصالح موجودة على فكرة، ما فيش دولة في العالم تصنع علاقات مع دولة أخرى إلا من خلال المصالح، مصالح سياسية، مصالح اقتصادية، مصالح جغرافية وأبنية أيضا، مش كده؟ فتبقى المسألة أنه هذا التنوع يخدم سياسة مصر الخارجية، يخدم استقرار المنطقة، يخدم كمان الدول الأوروبية. يعني زي ما احنا قلنا بقى مصالح متبادلة، لما علاقاتها تقوى بينا، واحنا بقالنا 7 سنين بنحارب الإرهاب لوحدنا، بقالنا 7 سنين بندفع ثمن محاربة الإرهاب، تأخر في الاقتصاد، من دم ولادنا ودم ولادنا صحيح، من الشرطة والجيش ومن المواطنين العاديين بندفع. كنا فترة طويلة جدا عدم استقرار يؤدي إلى عدم وصول المستثمرين الأجانب وعدم إقامة صناعات جديدة والآخر، لكن كل ده بيتم في وقت واحد بمجهود مصري فردي، والعالم كله يتفرج ويستفيد من مجهود مصر. المجهودات اللي بتقوم بها مصر. حقيقة تصريحات الرئيس السيسي والحديث عن ان في مصر 5 ملايين لاجئ وان مصر بتعاملهم كمصريين ولم تعاملهم، لم تتاجر بالقضية، وده شيء الحقيقة يجب علينا جميعا كمصريين ان نفخر بهذا الامر. عمرنا ما تعاملنا مع اي حد من الاشقاء العرب اللي موجودين في مصر بسبب ظروف سياسية في بلدهم على ان هم لاجئين، بالعكس بنتعامل معاهم لان هم اولاد بلد، عملوا مشروعات عندنا، فتحوا محلات ومصانع، ويعني وليهم مجال وليهم مساحة كبيرة. يعني حتى اللي ما عملوش مشروعات بيبيعوا على الرصفان بالظبط. بالظبط. يعني ولا فيهم مشروعاتهم الخاصة. محدش في مصر من اللاجئين اللي اكتر من 5 ملايين، لانه مفيش حصر دقيق لهم، حصر دقيق طبعا، محدش بيبات من غير اكل، ومحدش مصري بيقول له ارجع بلدك، بينما ممارسات الدول اللي جايه منها هؤلاء ضد المصريين صعبه جدا. حضرتك وانت مصريه لو واخده فيزا لمده شهر مثلا، يعني لو كسرتيها بيوم يرحلوكي وممنوع تدخلي تاني لمدة عدد من السنوات. لو حضرتك واخدة فيزا عشان تروحي مثلا مكان وتجاوزتي ورحتي مكان تاني يرجعوكي. احنا بيجوب البلاد من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها
بمنتهى الحريه بالليل وبالنهار تصوري ان حضراتك بقى لهم احياء خاصه بيهم وبقى حقيقة. لهم مقاهي يقعدوا عليها وبقت في وسط البلد وفي المدن الجديده مش كده ولا ايه؟ فتبقى المساله مساله انك بتحتضني كل هؤلاء حتى الذين ياخدوا موقف مناوئ منك وهم على ارضك. لكن ده عهد مصر دايما مصر دايما هي العليا بصراحه يعني من مصر زمان دي فعلا. اخت كبيره شقيقه بتستوعب الكل صح. والمصريين ما عندهمش غضاضه ابدا انك تلاقي واحد لونه اسمر وتلاقي واحد لونه ابيض وتلاقي ماشيين وسطنا وراكبين المترو معانا وماشيين في شوارعنا خالص صحيح. ده موجود في دمنا من زمان وتربينا على ده بس طبعاً. عايز اقول لك انه بعض هؤلاء الاخوه بيستخدموا الكرم المصري او بيفهموا الكرم المصري والشهامه المصريه والاصول المصريه العريقه خطا فلازم برضو دول نقول لهم يا جماعه افهموا الشعب المصري كويس. لكن التجربه استاذ صبري اسمح لي التجربه هي اللي بتخلي بتفصل يعني بين الغث والثمين زي ما بيقولوا ودايما يعني بيبقى المرد للسلوك الطيب المتبادل بين الجانبين. نروح للجمهوريه مع انطلاق اكبر مؤتمر للطيور المهاجره بمشاركه 5 وزراء و28 عالم تدشين مؤسسه مصر تستطيع لعلمائها بالخارج. مكرم هدفنا مظله واحده للطيور المهاجره طبعا وزيره ده تصريحات لوزيره الهجره يعني وزارة الهجرة منذ توليها الوزارة وهي بتأخذ على عاتقها ربط الطيور المهاجرة بمصر بشكل كبير والاستفادة المتبادلة يعني مصر تقدم لهم إيه وهم كمان ممكن يقدموا إيه لمصر وإيجاد أكثر من مظلة لهذا التعامل. رأيك وانطباعك عن المؤتمر اللي تابعنا افتتاحه بالأمس مصر تستطيع. هذا المؤتمر متكرر ويعقد في الغردقة من 2016 في نفس التوقيت تقريبا. هي السفيرة نبيلة مكرم بتقدم نموذج للمرأة المصرية المحترمة المهذبة اللي كفء يعني هي سيدة كفء في مجالها. لكن أنا ما زلت أعتقد وده رأيي الشخصي ونقلته إلى أعلى الجهات في الدولة إنه إحنا مش محتاجين لمثل هذه الوزارة رأيي ليه؟ ومش محتاجين لإنشاء كيانات جديدة. إحنا عندنا كيانات كثيرة جدا مقامة في مصر وعندنا مجالس عليا كثيره جدا. عندنا مجلس اعلى للسياحه ومجلس اعلى للشباب والرياضه ومجلس اعلى مش عارف للامن ومجلس اعلى لايه. وكل هذه الكيانات مكلفه على اقتصاد ما زال يتعافى ولها ميزانيات ولا تفعل شيئا على الارض. فاحنا مش محتاجين لما نيجي نعمل مؤسسه اسمها مصر تستطيع. طب ما هي المؤسسه دي المفروض تبقى جزء من الوزاره. طب الوزاره ما بيجمعاهم وبتتواصل معاهم وبتشوفهم دي يعني برضه لان الوزاره مش موجوده معانا للرد لكنها دي بتكون اشبه بقنوات التعامل بشكل ابسط وبشكل اسرع ومتبادل اكتر. والدليل على كده ان هي اتت بثمارها خلال المرحله الماضيه من خلال مشروعات قام بها بعض الطيور المهاجره فعلا في مصر واوجه تعاون مختلفه. سؤالي يا فندم هو علمائنا اللي في الخارج ابناء مصر اللي في الخارج اللي اثبتوا نجاح في دول المهجر اللي عايشين فيها تاخروا عن مصر لما كانش في وسائل تواصل كافيه يا فندم؟ اذا في وزاره اتعملت عشان يبقى في وسائل تواصل. ما احناش محتاجين لمؤسسات اخرى. انا مع المؤتمر ده على فكره لان انا حضرت واحد في 2017 في 2016 اسف. فانا معاه وبيجيب الناس وبيطرحوا افكار بس برضو احنا محتاجين احنا عندنا حاجه تنقصنا وهي اليه المتابعه. احنا بنعمل مؤتمرات ونطلع توصيات ما اكثر المؤتمرات لكن مؤخرا اليه المتابعه بدات يتم تطبيقها وده بنشوفه اكثر من مؤتمر الحقيقه. احنا يعني محتاجين لاليه فاعله للمتابعه ومحتاجين يقولوا لنا انه هذا المؤتمر اللي اصدر 10 توصيات تم تنفيذ 5 منهم وخمسه ما تنفذوش عشان 1 2 3 4 مش المؤتمر ده اي مؤتمر مؤتمر طبعا مهم عشان تنفيذ توصيات نقتصد فيه الأموال التي تهدر على إقامة مؤتمرات ونشغل السادة الوزراء بالحضور. وعلى فكرة 90% من المؤتمرات في مصر هي جلسة الافتتاح تلاقي الزخم كله في جلسة الافتتاح ما بقاش زي الأول يعني أعتقد يعني حضرتك حتى لما بتتابع المؤتمرات دلوقتي بقت الأمور مختلفة يعني الوزراء بيروحوا بنفسهم في متابعة للجلسات يعني في أكتر من مؤتمر المؤتمرات حضر التي يعكف جهاز الرئاسة على تنظيمها ويحضر فيها الرئيس من أول لحظة لآخر لحظة
بيحضر فيها الوزراء من أول لحظة لآخر لحظة. المؤتمرات اللي بيحضر فيها سادة الوزراء يفتحوها وكده، حضرتك جربي تروحي أي مؤتمر هتلاقيه مؤتمر جلسة افتتاحية، وربما الجلسة الأولى بعد الجلسة الافتتاحية والناس تنفرط. لكن لو رحتي مؤتمر في أوروبا هتلاقي الناس من أول يوم. بس اللي بيعني برضو علشان ما نبقاش بنعمم، اللي بيعني في الحضور بعد كده هو اللي بيكون ليه جلسات وليه ورق عمل مقدم والناس المهتمه بده. وطبعا الناس مش هتحضر كل الجلسات كل المؤتمرات، لكن من له اهتمام بمجال معين اكيد هو اللي هيتابع وهيبقى حريص على انه. انا احيي دفاعك عن هذه المؤتمرات. لا هو طبيعي ان انا اجيب يعني طبيعي ان انا ارد وجهه النظر الاخرى، ده شيء طبيعي. يعني انا مش بتبنى وجهه نظر حضرتك يعني. انه نحن في ظروف نحتاج الى الفعل اكثر من الكلام، ونحن في ظروف نحتاج إلى الاقتصاد وترشيد النفقات أكثر من الإسراف، ونحن في ظروف كمان نحتاج إلى العلم الحقيقي، بمعنى أنه نتائج أي مؤتمر لابد أن تكون ملموسة على الأرض، يتم ترجمتها صحيح لنتائج ملموسة، ونحن نعمل مؤتمرات متعلقة بمشاكلنا. الرئيس يصنع نموذج علينا أن نحتذي به. الرئيس بيعمل مؤتمر 3-4 أيام يناقش كل المشكلات التي تعن إلينا واللي احنا بنشتكي منها على مدار جلسات، ووجوده ضمانة لجدية المناقشات، ووجوده ضمانة لأن اللي بيتكلم متابعة التنفيذ. طيب نروح للأخبار. رئيس الوزراء يتفقد مراكز مسح فيروس سي بالقاهرة، 18,700,000 مواطن أجروا الفحص خلال 77 يوم. هذه المبادرة مبادرة الرئيس 100 مليون صحة، الحقيقة أن هي يعني بتحقق إنجازات يوميا، مش بس لأن هي فعلا وصلوا للناس في كل حتة وفي كل مكان وبطرق مختلفة، لا كمان لأن في وعي بصراحة عند الناس، مهتمين أن هم يطمنوا على صحتهم. ده اللي بنشوفه من خلال المتابعة التقارير اليومية. أنا معجب بهذه المبادرة وبأيدها تماما، لأنه هذه المبادرة لأول مرة تحدث في مصر. احنا كان ناس بنكتشف ان احنا عالجنا قبل كده 1,000,000 وشوية مواطن مصابين بفيروس سي في مراحل ما كناش اكتشفناها. الآن نحن نكتشف بشكل المرض مبكر. بشكل مبكر، لأنه إمكانية إعادة مريض مش عارف انه مريض إلى الحياة بيبقى نفسيا رائع، بيبقى إنتاجيا رائع، بدل ما يبقى عالة على أهله وعلى أسرته وعلى المجتمع يتحول يعود إلى الإنتاج وإلى الإنتاجية، بيتعافى. ولما حضرتك لا قدر الله أي حد فينا بيصاب بالمرض بيبقى مكتئب وحزين، فلما يشفى وربنا يكرمه بيبقى مقبل على الحياة، بيحس ولد من جديد يعني، مش كده؟ ما يبقاش عصبي، ما يبقاش يزعق لأولاده أو لمراته أو. فإحنا هذه التجربة رائعة وأرجو إنها تمتد. على هقول لحضرتك حاجة، أول امبارح بدأت كمان تجربة أخرى في مدارس مصر ما خدتش حظها من الرعاية أو الاهتمام الإعلامي، وهي الكشف على طلاب المدارس في المرحلة الابتدائية في 3 أمراض: الأنيميا أو فقر الدم، والسمنة، والتقزم. كويس، لأنه إحنا عندنا أولاد في المدارس فجأة تلاقي أنه ما بيطولش أو ما بيكبرش أو بينمو بشكل طبيعي وإحنا مش واخدين بالنا، فده بشكل دبوس بنقدر نعرف الولد ده قابل أو لا. ودي حملة أعتقد أنها مهمة جدا في وتوازي في الأهمية حملة 100 مليون صح. نحن في مصر نعمل بالتوازي في مختلف المجالات، كذا الصحة مجال والتعليم في وقت واحد بتكلفة عالية جدا. وزي ما قالك الرئيس ما تقولوش بيجي منين، لأنه لو سألتي الظروف البلد فيها واقتصادياتها وفعلا المليارات اللي بتتصرف على مثل هذه المبادرات بتيجي منين، فعلا زي ما قال الرئيس ربنا كريم. طيب نروح للأهرام. إني الإيطالية حقل ظهر سينقل مصر من مجموعة الدول المستوردة للغاز الطبيعي لمصدري الغاز نهاية 2019، وده خبر طبعا بيحمل مؤشرات إيجابية بشكل كبير. ناس كثيرة جدا بتعول على هذا المشروع عشان يبقى ليه مردود اقتصادي على المواطن حتى بشكل مباشر. إني دي الشركة الإيطالية التي اكتشفت حقل ظهر وتعمل على تنميته مع الجانب المصري. ولما هذه الشركة تصرح أي تصريح
لابد أن يؤخذ في محمل الجد ولا أحد يعقب عليه. دي مش دولة بتروج لنفسها. لا دولة ولا وزارة. دي شركة دفع استثمارات وشركة عايزة ترجع استثماراتها اللي تقدر بالمليارات، وبالتالي هي أدرى من أي حد بما يحدث في الحقل. ولما تقول إنه مصر سوف تتحول في نهاية 2019 السنة الجاية على طول إلى مصدر للغاز مش مستورد، شوفي بقى احنا هنعمل حاجتين. لو احنا بنستورد مثلا يعني غاز في السنة بمليار دولار، احنا وفرنا مليار دولار مش كده؟ اللي احنا بندفعهم عشان نستورد. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا خدنا احتياجاتنا من الغاز للاستهلاك المحلي. هذه الميزة التانية. نمرة ثلاثة، انا بحقق عائد يضاف على الاقتصاد المصري، يعني مورد جديد يضاف للاقتصاد المصري اقدر استخدمه في خطط التنميه. صحيح، ويتم توزيعه او توجهه لجانب اخر. نروح للاخبار. تنفيذ مشروعات تنمويه باكثر من 320 مليون جنيه في سيناء، انشاء 13 تجمع تنموي على مساحه 1500 فدان لخدمه الاهالي، واهتمام كبير باستغلال طاقات المراه. الاهتمام بسيناء لم يعد مجرد كلام، الاهتمام بسيناء حقيقي. المشروعات التي تتم والتي تمت خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا في سيناء باعتراف أبناء سيناء نفسهم مختلفة تماما عن المشروعات التي تمت قبل هذا. بس عايز أقول لحضرتك، نحن عندنا مشكلة إنه حماسنا دايما يقول إنه اللي فات ما حصلش حاجة. غير صحيح، قد يكون بطيء اللي حصل، قد يكون مش يعني بيعكس طموحنا، لكن مصر لم تتوقف لحظة عن الإبداع والإنتاج والإنجاز لسنوات طويلة. من سنوات طويلة وإحنا بنبدع وننتج، لكن الذي يحدث أنه حروب كثيرة جدا خضناها عطلتنا، كثافة سكانية عالية جدا مش عارفين نستغلها وعمالين تزيد مكملين. مش كده ولا إيه؟ عندنا كمان نوع من التراخي بيننا كمواطنين، نحن لا نأخذ أمور المستقبل في مصر، أغلبنا عشان ما بقاش برضو أعمم زي ما حضرتك بتقولي، لا نأخذ أمور المستقبل في مصر بجدية. إحنا بتوع عايشني النهاردة وموتني بكرة. إحنا بتوع هاتلي النهاردة طماطم وطماطم وبصل. في ناس بتبص لحجم الإنجاز اللي اتحقق دلوقتي لكن مش شايفين بكرة ولا إيه؟ عايزين يشوفوه. عشان كده الاستراتيجية بدأت تتغير مؤخرا، وبدأ يبقى في ناس عندها رؤية بعيدة المدى. يعني لازم إن نفكر لقدام، إحنا بنعمل إيه لولادنا. وهو ده اللي بقول لحضرتك عليه، إنه إحنا ظالمين بلدنا. ليه؟ لأنه مش قادرين نستوعب أن حجم الإنجازات التي تصل إلى الإعجاز، لو شفتيها حضرتك زي ما أنا شفتها في أماكن كتيرة جدا وفي وقت قصير، في وقت 4 سنين، أقسم لك بالله العظيم حضرتك هتنبهري وتقولي هو ده حصل إمتى. صحيح. وبعدين حاجة تانية بقى من أهم المميزات في هذا الزمن، إنه عارفة حضرتك زمان كان يبقى المسؤول يروح يحط حجر أساس مش كده، ويتصور هو بيحط حجر الأساس، تروحي بعد 10 سنين تلاقي الحجر الأساس زي ما هو مش كده ولا إيه؟ النهاردة الرئيس يفتتح المشروع بعد اكتماله. يعني أنت تقولي هو اتعمل إمتى واتعمل بكام وتصمم إمتى؟ يعني ما بتمشي على طريق مثلا سفر، لو جيت بعدها بكم شهر سافرت تحس إن في لأ ده في حاجة، الطريق وسع، الدنيا ظبطت، في حاجات كتيرة جدا اختلفت ولازم نقيسها ونشوفها. مش الطرق بس ومش الكباري على سبيل المثال ومش الأنفاق. لأ، شوف البنية التحتية، شوف الصرف الصحي. نحن وصلنا زي ما قال الدكتور مصطفى مدبولي إلى 33.5% قرى مصر مغطاة بالصرف الصحي. كنا 12-13%، إنجاز 20% في 3-4 سنين في الظروف اللي احنا فيها، في الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها، ده إعجاز. تطوير العشوائيات وغيرها طبعا. يعني نروح للجمهورية. الفلسطينيون ينشدون العالم أوقفوا الكيلة بمكيالين، الاحتلال يوصل حملات الاعتقال وهدم المنازل. الحقيقة أن فلسطين في الفترة الأخيرة شهدت أحداث متلاحقة في نوع أو في حالة أشبه بالغفلة يعني، وإسرائيل وأمريكا يعني أطلقوا يدهم الطولة والعليا على الفلسطينيين بشكل كبير وبشكل مستفز للعالم كله. أنا مش فاهم كيف نثق في أمريكا بعد كل هذا الانحياز السافر للجانب الإسرائيلي. مش فاهم كيف نثق في دول تتحدث عن حقوق الإنسان، آسف يعني، وعن حقوق الكلاب وعن حقوق القطط
مش كده؟ وتهمل حقوق شعب بقاله سنوات يعاني من الاحتلال ومن الضرب ومن الإهانة ومن القتل ومن القتل على الهوية وتدمير المنشآت ولا يتحدث أحد. احنا من سنة 67 منذ القرار 242 بعد حرب يونيو 67 حتى هذه اللحظة أنا أستطيع أني أعدد لحضرتك القرارات التي صدرت من الأمم المتحدة ضد إسرائيل ولم ينفذ فيها قرارا واحدا، ولم نسمع دولة واحدة في العالم تقول إزاي ما يتنفذ قرارات الأمم المتحدة التي تمثل أغلبية العالم. خلاص. ومع ذلك عندما يتهجم شرطي على مواطن بدرجة مجرم بيروع الناس ويقبض عليه تطلع الدنيا تولول وحقوق الإنسان والعنف مع المواطنين ومش عارف ايه. احنا هو مش محتاجين حدث الحقيقة ده، هم بيتبلوا علينا طبيعي كده بغض النظر حتى لو حقيقة. يعني شوفي حجم الجرم الذين يضخمونه ويشيعوا عننا او عن الدول العربية ماذا تحدث من جراء هذه التصرفات، بينما هم بيسحلوا المتظاهرين وبيقتلوهم. هو الإنسان كانت واضحة جدا في فرنسا وبلجيكا. هو الإنسان عندنا احنا فرية او نوع من مسمار جحا مش كده؟ لكن هم ولا عندهم حقوق انسان ولا حاجه. ولما تكلميهم يقول لك بلدنا اولا، امننا اولا. ماكرون طلع قالها صراحه، يعني لا حريه مع الفوضى. لا وقابله في انجلترا ديفيد كاميرون مش كده ولا ايه؟ يعني بالظبط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي استاذ صبري الجندي الكاتب الصحفي بالاهرام، شكرا جزيلا على هذه المتابعه. انا اللي بشكر حضرتك وسعيد بوجودي معاكي. اشكرك يا فندم، شرف ليا. ومشاهدينا الكرام مكملين مع حضراتكم لحظات ونروح لموجز لاهم واخر الانباء بصحبه الزميل محمد عاطف، ونعود من جديد لاستكمال حواراتنا في هذا الصباح. خليكم معنا.